بالبداية رح نحتاج لعجينة الكنافة لأربع أكواب سميد خشن واثنين كوب طحين، ربع معلقة صغيرة كربونات الصودا، معلقة صغيرة خميرة فورية، رشة ملح، معلقة كبيرة سكر، كوبين حليب سائل أو حسب حاجة العجين، كوب ونص سمنة لفرك عجينة الكنافة، معلقة صبغة بردقانية، وهي خيارية اختيارية يعني. أما لحشوة الجبنة فرح نحتاج لكيلو جبنة عكاوي أو جبنة نابلسية محلاية، ربع كوب جبنة موتزاريلا وبرضو هاي اختياري. أما للتزيين فرح نحتاج لكوب فستق حلبي مطحون، وللقطر لنعمل قطر بدنا كوبين من الماء وكوب سكر ونص معلقة صغيرة مية زهر ونص معلقة صغيرة من ماء الورد. تمام، محرزة يعني الأغراض. هي كمان فيها خطوات بس نحن منسهلها يعني دايما. بتكون قدامك كنافة بيتية طبعا زاكية. طبعا بنبسطها قد ما بنقدر عشان كمان تطلع صحية. صح. خلينا نخلط العجين. هلا بدنا نعمل عجينة الكنافة. أول إشي بنحط السميد، زي ما قلنا أربع أكواب سميد خشن. أوكي. لازم يكون سميد خشن. بنحط معه الطحين، أنا الطحين نخلته، نحط معه الطحين، وبدنا نحط رشة الملح، ورشة الملح بدنا نبعدها عن الخميرة لأنه هم مش أصحاب، يعني الخميرة بتضعف بضعف هالملح، بعدهم عن بعض. نبعدهم عن بعض عشان نحركهم مع بعض. والسكر، شوفي سكر قليل يعني هون لأنه في بعدين قطر وفي أشياء كتير هون، بس عشان العجين عشان العجين. ونحط الخميرة. أوكي. وما منفورها، إحنا ناشيها تخمر يعني كتير، وزي دائما السودة بس أفورها شوي بالحليب. تمام. ومنحطها فوقهم ونحركهم مع بعض. هلا اذا لاحظتي الحليب انا ما حطيت مقدار معين لانه ما كل طحين باخذ شكل، كل سميد باخذ شكل، ياخذ شكل، عرفتي كيف؟ فبنحركهم بعدين نبلش نعجن. هلا بدنا نعجن العجين. خليني اعجن العجين، ما نحط لها حليب، حليب طريقه بشكل تدريجي، نشوف قديش هي بتاخذ. يعني انا كتبت كاستين، ممكن تاخذ كاستين وربع، ممكن تاخذ كاستين الا ربع، فما فيش معيار معين يعني، انت بالنظر. بدنا اياها تكون شوي مدبقه. هلا بتشوفوا بنعجنها. نعجن نعجن العجين عشان تتماسك يعني. طيب على ما تعجني إيمان، شو رأيك نحن نصبح على رحمة غازي؟ يسعد صباح الخير. وأيوب صباح الخير، كمان شبلي المجالي، يارا يسعد صباحكم، ورود الدباسي صباح الخير، وكمان هبة ملكاوي وإم همام الرمحي يسعد صباحكم جميعا، أماني روز صباح الخير، كمان ريهام القادري، وسارة سمرين صباح الخير يا سارة، كمان دانيا الحمود صباح الخير، في كمان بيان من نابلس صباح الخير يا بيان، ناصر العودلي صباح الخير، وصفاء يغمور، وفاء فراس صباح الخير. ووفاء يسلم ايديكي على هال، شوفي ماسك الجاج محمر عملته، شوف شوفي شو شكله مرتب، يسلم ايديكي. كلهم الصبايا ما شاء الله عليهم معدلين. شوفي كيف صباح الخير روان، هي عجنناها اخذت تقريبا كاستين، انا حطيت زياده، شايفه ما احلاها. هلا بتطلع هي هيك قاسيه وشوي مدبقه، تمام. نحن بدنا اياها تكون قاسيه وشوي مدبقه. هلا على طول على طول على طول لازم نفردها، اذا تركناها السميد بيبس. اوكي. هلا انتم لما تجربوا هاي بالبيت بتبطلوا تاكلوا كنافه من برا البيت. قد مو زاكيه قد ما هي زاكيه، اكيد رح تكون زاكيه من ايديك. تمام. فهلا بدنا نمدها. بتعرفي انا جعبالي اشوف كيف بالضبط بيطلع العجينه. هاي العجين، تمام. اوكي بدنا نمدها. انت رح تحطي لها صبغه؟ إيه لسه لسه بس نشوي، لسه ما نخلصها. الصبغه بعد ما نفرمها لسه. في قصه في الموضوع يعني. دي في مطولين. زينب من الجزائر شكرا لك، تحياتها للؤي يسعد صباحك. شوفي حبي، هلا حطيت ورقه زبده من تحت عشان ما تلزق، واللي ما عنده ورقه زبده يدهنها بشويه زيت. نحن ما بدنا اياها ابدا ابدا تتحمر،
هلا بورجيك المخبوزة اللي بتحمر بس نطحنه بضل قاسي، بتصير تقرش معنا، بتصير تقرش معنا الكنافة يعني بدون تحمير، بدك اياها بس مستوية. شوفي هلا بورجيك المخبوزة، شوفي كيف نفس اللون. اها طلع هاي ما افرق، انا فكرتها والله مش مستوية. لا هاي المخبوزة نفس اللون. طب كيف نعرف انها استوت؟ هيها طلع قاسي حجر. يعني قاسي قاسي، شوفي هاي طرية صح. نحن بس بدنا اياها تنشف، بدنا ننشفها، ما بدنا اياها تحمر. قديه تقريبا بنحطها بالفرن؟ يعني بتاخذ 10 دقائق على درجه حراره 200. على درجه 200 فنعملها بتصير زي هاي. هلا هي لازم تكون دغري سخنه، دغري من الفرن على الطحن. اوكي تطحنيها. هلا انا طبعا هاي شوي بردت طبعا لاني انا هون. طبعا بنطحنها. هلا نشوف ورجي الصبايا كيف تطلع، بنحطها قطع صغيره وبنطحنها، بنقسمها هيك قطع نطحنها. تمام، هي هتكون مطحونة ناعمة عشان هيك هي اسمها كنافة ناعمة. حلو. هلا الخشنة حتى الوصفة كلها تبعتها بتختلف. اوكي العجينة كلها بتختلف. انا مش رح اطحنها كلها لاني طاحنة، بس بدي اورجيهم كيف. هلا اللي ما عندها ماكينة زي هاي بتقدر تطحنه على ايدها، بس باخذ وقت اكثر طبعا. هي بتفرفط. وشايف طب لو حطيناها بكيس ودقيناها بزبط زي القرشه؟ بس انا عجينه ممكن تلبط شوي. بفضل انه بالايد او او بشوبك تحطه جوا شوبك بالشوبك وتضلها تفرم فيها وتنزلها. هلا بدنا نحملها. اها صارت ناعمه. هلا لو تروحي على محلات الكنافه بتقولي له اعطيني خشنه هي بعطيك اياها هيك. اوكي نفسها 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 بالضبط. تمام فظيع. هلا طحناها. عمري ما تخيلت انه هيك البروسيجر. طريقه الطريقه تبعتها. هلا هي عندنا العجينه، بدنا نحط لها السمنه. نجيب السمنه هون. هلا الدسم هون الدسم. بس شوفي نحن بالبيت قد ما نحط بنكون بنحط اقل من المحلات، قد ما نحطه عرفتي، وبنكون ما بنحطش مواد حافظه، فقد ما كان بتضلها بالبيت صحيه اكثر. صح. احط لها شويه سمنه ونخلطها. السمنه سخنه ودايبه علشان كمان في نحن عندنا السميد بفتح معنا بنبسه. تمام. إذا لاحظتي أنا كتبت بالوصفة صبغة، اللي بحب هلا الكركم بصبغ بس بغير شوي بالطعم. أنت هون حطيتي هلا؟ هلا هون الصبغة. هلا هون نحطها بس نبسها بالسمنة. اللي بحبش يستعمل صبغات، طبعا في صبغات هلا صاروا يعملوها من مواد غذائيه يعني ما بتخوف، وهي نقطه يعني نقطه بصبغها كلها. اذا بحبوا الكركم والعصفر بصبغ. اوكي هلا شوفوا هون الجبنه، بس بحب اورجي كيف حطيتها بشاش وبورق عشان تنزل. صفيت كل ميتها. اي مي بتزيد بالجبنه بتطلع لفوق او بتنزل بالكنافه وبتبطل الكنافه لها القرشه الزاكيه بتضطري لنا اياها، فلازم المي الجبنه تنشف على الاخير. انا حاطه بشاش، بحبش احط على الفاين على المحارم على طول لانها بتعطي طعم للجبنه. حطيت شاش وتحتيها محارم زي ما انتم شايفين عشان اضمن انها ما يضل فيها ولا نقطه. وهلا بدنا نحط الجبنه ونخلط معها شويه موتزاريلا. بتخلطيها بعد وانت عم تحطيها هيك بس عشان تعطيني المطه الزاكيه. بس تعرفي يعني على فكرة مش صعبة، يعني إنه لست البيت تعملها بالبيت مش نوع حلو إنه تقولي والله صعب زي ما كنت أفكر أنا إنه مستحيل صعب. أعملها لا في البيت. هلا أنا متأكدة كل الصبايا رح يعملوها ورح يعطوا لي صور بكيف وأنا رح أعملها. بتعرفي شعبالي أجربها بليز. بس تبقى عطول. طب اسمعي بدي أسألك سؤال كان دائما بس يعني يصير نقاش مع حدا في العيلة هيك، أقول لهم إنه الفحم إنه كنافة الفحم أزكى من كنافة المش فحم مزبوط؟ قال لها طعم بيختلف. هلا لها طعم بيختلف. التنتين زكيين بس كل وحدة لها. لا بس هل الفحم بعطيها للكنافة
كنافة طعم طبعا زي زاكي. زي لما تعمل الشاي على الفحم تلاقيه غير صح مزبوط على مستوى الشاي يعني. لأن الكل بيقول لي لا لا ما يعني تخيل انه الكنافة تخلص نفس الكنافة زاكية. هلا شوفي انا كثرت جبنة لانه نحن حرين هون من كثرة ما بدنا المحلات بتحكموا فينا فانا بحب هيك اترسها اسكى يعني. جبنة طبعا تكون مليانة جبنة وهلا بدنا نخبزها اوكي بنخبزها على النار يعني هذا اكيد انا بس اورجيكم كيف رح نعملها رح اترك كل شيء هون سوري بس نسيت اقول لكم بنحط شوية من العجين على الوجه بس عشان تمسك لي الجبنة أوكي. لما اقلبها تضلها متماسكة من هذا العجين من اللي عملناه اللي فيه فكرت من هذا اللي فيه كتفة صغيرة احنا ماشي هتبين اوكي بس تعطيني طعم وبتخليها تتماسك حلو تنزل معي شقفة واحدة من اللي بسيناها بالسمنة اللي بسيناها تمام هيك تطلع ممتازة هلا أنا في واحدة عملتها لأنه هي بتاخد تقريبا 10 دقائق 12 دقيقة على النار مش أكتر لا فأنا عملتها واحدة ومحمية الفرن هون هي حامي الفرن حامي. لازم على نار حامية لازم على نار حامية كثير أوكي يعني تكون هيك بدك تضلك اهم شيء نحن عندنا بس نورجي هلا هي كثير كثير اسكى لما بتنعمل كثير تزبط اسرع لما بتنعمل على نار مش الكهرباء مش هذا الكهرباء ولازم ما تضلك حاطه ايدك في محل واحد بدك تضلك تلف فيها تحركي فيها على طول يعني هم افران متخصصه لانه يمكن على قد بس حتى بالبيت على لما يكون نار بس بتضلك تلف فيها على النار عشان ما يشعط شقه عن شقه او ما تستوي شقه عن شقه هي كلها 10 دقائق ولا بزبط يعني بس مرات بتقطع يعني اذا تركتيها مثلا هيك شوي بتقطع هلا هون بخوفش لانه عندنا زي ما انتم شايفين على فرن الكهرباء حتى يمكن فيش داعي الفها يعني صح بس انه بدي احميها شوي عشان تقلب معي وعشان شوي الجبنه تاخذ شو اسمه عين عليها على الاخير نحركها هلا بالبيت هذا هو راح تعمليه تمسكي المسكات وتضلك تلفي وتبعدي مره عن النص مره تجيبي هيك يعني ما تضلك على شقه واحده تبعدي عن النص وترجعي حلو هيك بس 10 دقائق ما بظن طويله المده يعني حلو انه سريع طويله مش طويله علينا هون بالاستديو بس بالبيت لا طبعا بس يعني عشان الحراره توصل لكل جوانب السلم عشان توصل لكل جوانب وتستوي كلها بشكل متساوي مش يطلع اشياء صح مش اشي محمر اكثر او شيء